السلام عليكم. راح نتكلم على الكتابة بخط اليد في الوورد. فبكل بساطة بروح لقائمة درو وبختار القلم اللي انا عايزه البن وببدأ اكتب اللي انا عايزه اهوت. تمام. وممكن لو انت عايز تمسح حاجة تقدر انت تمسح. طيب خلينا نعمل اهوت. عايز تزود قلم تاني هتلاقي قلم كتير قوي. ممكن مثلا قلم رصاص تختار اللون القلم الرصاص اللي انت عايز ترسم بيه وهكذا. ممكن تحول الشكل ده اللي انت عملته ده لشيب مجرد ان انت تختار او تحوله لماس. تمام. المعادلات مثلا معينة هيت وتقول له مثلا كذا وكل ما تطول في المعادلة هيبدأ ان هو يكتبها لك وبعد كده تقول له انسيرت فيبدأ ان هو ينزل لك المعادلة زي ما انت عايز. تقدر تسيفها كإكويشن او بروفيشنال او لينير زي ما انت عايز. كل اللي انت عايز تقدر تعمله يوفر لك امكانيات كتير جدا. طيب الدروب تظهر تلقائي لكن لو في اي مشكله تمام ممكن تدوس هنا وتقول له كاستمايز ذا ريبون. تمام. وهنا تيجي تقول له انا عايز المين تابس او الاول تابس. تمام. ممكن تيجي هنا تلاقي الدرو تقدر تضيفها من هنا وتقدر تضيف برضو الانك الحبر دي برضو بيديك شويه خصائص. هتقول له اد ده فرض ان السبب من الاسباب ما لقيتهاش موجوده عندك فهتلاقي الدرو بقت موجوده وتقدر ان انت تستخدمها على طول والانك هي نزلت جنبيها هي تقدر ان انت برضو تستخدمها.